بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب وطالبات الصف التاسع، مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الفنون البصرية لوحدة التصميم. وعنوان درس اليوم تصميم ملصق إعلاني، توجيه شكر للأطقم الطبية. المعايير والمؤشرات المستخدمة في الدرس. ولنبدأ بأهداف الدرس. الهدف الأول، أن يوضح الطالب مفهوم تصميم الملصق الإعلاني. الهدف الثاني، أن يقدر الطالب جماليات الملصق الإعلاني لإبراز دور الأطقم الطبية في المجتمع. الهدف الثالث، أن يصمم الطالب ملصقا إعلانيا يشكر فيه الأطقم الطبية مراعيا أسس التصميم الإعلاني الجيد. والآن مع مصطلحات الدرس. أولا، مفهوم التصميم هو عملية تخطيط كاملة لعمل فني مبتكر وإنشائه من خلال عناصر التصميم بتنظيمها في تكوين معين بطريقة مرضية من الناحية الوظيفية والناحية الجمالية. ولنتعرف الآن على أنواع التصميم. 1- التصميم الصناعي، يقصد به كل عمليات التصميم المتعلقة بالصناعة مثل صناعة الأجهزة سواء كانت الكهربائية أو المنزلية أو السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى. 2- التصميم الداخلي، هو فن تزيين الفراغ الداخلي للأبنية بحيث تكون جذابة وسهلة الاستخدام وتتوافق مع الهندسة المعمارية. 3- التصميم الفني، يمثل هذا النوع من خلال تصميم بطاقات التهنئة والشعارات وأغلفة الكتب. تابع معي عزيزي الطالب أنواع التصميم. 5- التصميم الزخرفي، هو التشكيل الفني على سطح ما لتزيينه وإكسابه دورا جماليا خالصا من خلال عناصر التصميم والعلاقات فيما بينها. 6- التصميم الإعلامي، يشمل مجموعة التصاميم التي يتم توظيفها للإعلان عن سلعة جديدة أو الترويج لزيارة معالم سياحية أو تراثية أو لعمل إرشادات وتعليمات أو حتى توجيه رسالة لفئة معينة، ومن أمثلتها الملصقات الإعلانية. 2- الملصق الإعلاني، هو عبارة عن صورة يتم عرضها في الأماكن العامة للإعلان عن فكرة معينة بالرسم والكتابة أو الصور مثل ما هو معروض أمامك الآن. واعلم عزيزي الطالب أن هناك عوامل يجب مراعاتها لنجاح الملصق الإعلاني. هيا بنا لنتعرف على هذه العوامل. العوامل التي تساعد على نجاح الملصق الإعلاني. 1- تناول فكرة رئيسة واحدة تكون واضحة وبسيطة ومباشرة. 2- استخدام الألوان القوية الجذابة أو التباين العالي مراعيا القيم الجمالية. 3- البساطة باستخدام عدد قليل من العناصر كي يمكن فهم التصميم. 4- استخدام كلمات محدودة وسهلة تعبر عن الرسالة المراد توصيلها. 5- مراعاة حجم الملصق ومكان عرضه. والآن أبنائي الطلاب، تطلعوا جيدا لهذه الصور واستخرجوا الملصقات الإعلانية من بينها، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. هيا بنا نختار. ممتاز ممتاز، رائع، بارك الله فيكم يا أبطال.
ولنتعرف الآن أبناء الطلاب على القيم الجمالية للملصقات الإعلانية. 1- الوحدة، وتعني ترابط الأشكال المختلفة في الملصق الإعلاني مع بعضها البعض. 2- التوازن، ويعني حالة تعادل قوى توزيع عناصر الملصق الإعلاني. 3- التناسب، ويعني العلاقة في الحجم بين العناصر المكونة للملصق الإعلاني. 4- الإيقاع، ونقصد به الفواصل الزمنية التي تحتاجها العين للانتقال من شكل إلى آخر داخل الملصق الإعلاني. 5- السيادة، ويمثل النقطة الرئيسة في الملصق الإعلاني التي تنجذب إليها العين مباشرة. والآن عزيزي الطالب، بعد هذا العرض يمكننا أن نستخلص ما يلي: فن الملصقات الإعلانية أحد وسائل الإعلام المتعددة، وللملصق أدوارا ووظائف تسهم بشكل كبير وفعال في نشر الكثير من الوسائل الإعلانية الإيجابية للجمهور. فهيا بنا نبعث رسالة شكر للأطقم الطبية لدورهم في مواجهة جائحة كورونا من خلال تصميم ملصق إعلاني. ولكن قبل البدء لنتعرف على مكونات الملصق الإعلاني. هيا بنا. مكونات الملصق الإعلاني، تطلع جيدا لهذا الملصق لتتعرف على مكوناته. 1- عنصر رئيسي واضح، أي البطل الذي يمثل نقطة الحوار الرئيسية للملصق الإعلاني. 2- عناصر مساعدة مبسطة. 3- كتابة واضحة مناسبة لفكرة الموضوع، نركز على اختيار نوع خط يتلائم مع موضوع الملصق الإعلاني. 4- ألوان ملائمة تجذب النظر. والآن يأتي دور البيان العملي، ولكن قبلها شاهد معي هذه الملصقات الإعلانية كي تستفيد منها في التطبيق. المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. لاحظ معي عزيزي الطالب طريقة المعالجة الفنية في كل ملصق، واختيار العناصر التي تمثل الأطقم الطبية كالطبيب أو الممرض أو المسعف أو الصيدلي في صورة بسيطة بها قدر من التجريد، وجعلها نقطة الاهتمام الرئيسة في الملصق الإعلاني. وبعدها تم رسم عناصر مساعدة لتقوية البعد الدرامي للملصق وتأكيد قيمه الجمالية في ظل اختيار ألوان جذابة وكتابة ملائمة لفكرة الإعلان. والآن شاهد البيان العملي في الفيديو التالي. قبل أن نبدأ البيان العملي لنتعرف على الأدوات المستخدمة فيه: قلم رصاص، ممحاة، ألوان خشبية مائية، فرشاة، قليل من الماء. والآن هيا بنا نبدأ البيان العملي. الآن سوف نوجه رسالة شكر الأطقم الطبية من خلال تصميم ملصق إعلان. في بادئ الأمر نحدد مساحة الملصق كما ترى أمامك، ثم نبدأ بخطوات العمل. نبدأ أولا برسم العنصر الرئيسي أو العناصر الرئيسة للملصق باستخدام القلم الرصاص الخفيف، وهي متمثلة في الأطقم الطبية بملابسها الوقائية كما ترى. بعدها سوف نستخدم شكلا مستديرا لوضع نصف دائرة على هذه الأطقم لتحديدها كبطل للملصق الإعلاني.
ثم نقوم برسم عناصر مساعدة تظهر فكرة الملصق متمثلة في عبارة الثناء والشكر وباقة من الظهور. نستخدم الآن القلم الأسود المائي لتحديد عناصر الملصق وإظهار بعض التفاصيل والظلال. هذه الخطوة مهمة قبل مرحلة التلوين. تأكيد على تفاصيل بسيطة أو ما يسمى بروتوش لإظهار العمق في التصميم. الآن نستخدم القلم الأزرق المائي للتأكيد على عبارة الثناء والشكر. نستخدم القلم بدقة. لاحظ نوع الخط وملائمته لفكرة الملصق. تفاصيل بسيطة لإظهار فكرة الموضوع. نستخدم الآن الأقلام الخشبية المائية. بداية نقوم بالتلوين في مساحات عامة في اتجاه واحد مع تأكيد بعض الظلال من خلال الدرجات اللونية كما ترى. لاحظ التوافق بين الألوان المستخدمة، التدريج والظل والنور، ألوان جذابة قوية. الآن سوف نستخدم الفرشاة للدمج بين الخطوط اللونية للأقلام الخشبية المائية كما ترى، ثم سوف نستكمل باقي التلوين من خلال تلوين الخلفية في اتجاهات مختلفة. تدرج لوني. القلم الأسود مرة أخرى لنؤكد على بعض التفاصيل، ثم إكمال ألوان الخلفية واستخدام الفرشاة لإكساب بعد درامي وإنهاء الملصق بشكل جميل ولائق كما ترى الآن. تفاصيل بسيطة قبل الإنهاء كما ترى، في رعاية الله وأمني. والآن عزيزي الطالب اختبر فهمك. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. فن الملصقات الإعلانية يعتبر من التصميم الإعلامي، التصميم الصناعي. السؤال الثاني، اذكر اثنان من العوامل التي تساعد على نجاح الملصق الإعلاني. وأخيرا عزيزي الطالب، قم بتصميم ملصقا إعلانيا أشكر فيه الأطقم الطبية باستخدام الألوان المناسبة لك، مراعيا أسس التصميم الإعلاني الجيد. ولا تنسى أن ترسل عملك لمعلمك خلال الأسبوع كي تستفيد من آرائه وخبرته وتأخذ درجتك. مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق، واقبلوا تحيات قسم الفنون.